السلام عليكم. فضل سورة الكافرون، هاي السورة المباركة تقراها 10 مرات يومية بالليل قبل لا تنام، تقعد الصبح شنو الدعاء اللي تريد تطلبه من الله يستجاب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة الانشراح، هاي السورة المباركة بها نعمتين، النعمة الأولى يومية تسمعها بالليل شكو ضيق بصدرك ينتهي، والنعمة الثانية إش عندك ألم بالمثانة أو ألم بالكليات يزول بإذن الله تعالى. وأهم شيء لا تنسون والديكم. خلاص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة الزلزلة، هاي السورة المباركة يومية تسمعها بالليل التكرار تأمن من شر الجن والإنس. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة الهمسة، هاي السورة المباركة وجع بعينك، وجع بالعصب الخامس، هاي السورة المباركة تسمعها تكرار أيام قصيرة ويروح من عندك هذا الوجع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة المعوذات، ما يحتاج أنا أحكي عليها، حدث ولا حرج، بس راح أعطيك فالدليل. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بيته كان قبل الحسن والحسين يطلعون بالباب يخليده على راسهم ويقرأ عليهم المعوذات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة القارعة، هاي السورة المباركة يومية اسمعها بالليل تكرار وشوف الله سبحانه وتعالى شو راح يفتح رزقك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة قريش، هاي السورة المباركة أنصح كل خواتنا يومية علقوها تكرار عن طريق اليوتيوب، تزيد البركة بالبيت، الله سبحانه وتعالى جاعل بها بركة مو طبيعية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة العصر، هاي السورة المباركة يومية تسمعها بالليل تكرار من تطلع الصبح، وين ما تطب وين ما تمشي كلامك مسموع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة الضحى، علاج كل النسيان، اللي ذاكرته ضعيفة واللي ينسى هواية، هاي السورة المباركة يومية اسمعها بالليل وشوف الله سبحانه وتعالى شو راح يقوي ذاكرته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة المسد، هاي السورة المباركة أي وجع بجسمك تعلقها تكرار عن طريق اليوتيوب يومية بالليل تسمعها، تقعد الصبح أي ألم بجسمك ماكو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فضل سورة النصر، هاي السورة المباركة تعلقها عن طريق اليوتيوب تكرار بالليل قبل لا تنام، الله سبحانه وتعالى يرزقك الثبات على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.